قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على دينا، طمنا على حاله الطقس، نشوف كمان احوال الشوارع ايه، وكمان اسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا هدير. صباح الخير, صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. النهارده اعتقد ان احنا بقالنا فتره كده في اجواء ربيعيه جميله، يعني ده حقيقي. يعني كمان بالليل بيبقى فيها ولسه الشتاء مشاين عليها كويس. لا الحمد لله. خلينا نطمنكم دلوقتي على احوال المرور في البدايه والحاله المروريه على شوارع القاهره والمحافظات. دلوقتي الناس طبعا اكيد بدات تنزل النهارده بدايه الاسبوع بعد اجازه طويله قضاها المصريون بمناسبه عيد الفطر المبارك. الشوارع هتبدا ترجع لطبيعتها في فتره الصباح، وخاصه ان معظم طلاب النقل والصف الاول والثاني الثانوي عندهم امتحانات. خلونا نبدا بقى جولتنا النهارده من القاهره طبعا زي ما قلت لكم في البدايه، ومن كوبري اكتوبر وهو طبعا بيشهد سيوله مريه في الاتجاهين ما عدا بعض الكثافات المتقطعه على شارع رمسيس وغمره، لكن حاله السيوله مكمله معانا لحد شارع رمسيس وامتداد غمره في بعض الكثافات المريه البسيطه دي، كمان بتظهر بمحيط دار القضاء العالي بسبب غلق الطريق لاعمال الانشاء. اما لو رحنا لشارع صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطه اللي لو كملنا لحد الاخر هنلاقي ان الكثافات دي بدات تقل ويبقى في سيوله مريه ملحوظه بتوصل لحد نفق الطيران. اما كوبري الازهر بيشهد سيوله مريه وكذلك النفق حتى ميدان الاوبرا. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وهنبدأ من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في سيولة مرية حتى منطقة الزمالك وكوبري 15 مايو. أما المحور المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة ناتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور، كمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف. أما كوبري 15 مايو بيشهد سيولة مرية على الكوبري في الاتجاهين، وبتظهر أيضا سيولة مرية على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ونفس الأمر اللي بيمر كمان من كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. أما محور عرابي فبيشهد سيولة المتجه من الأقاليم عبر الطريق الدائري وصولا للمهندسين. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطع مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية، ده عشان إنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات كمان في منطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين حتى الطلبية، في كثافات كمان في شارع فيصل بمنطقة الطوابق. نروح معاكم لمحافظة القليوبية وهنلاحظ من المتابعة الأولى للخرائط إن في سيولة مرية على كل الطرق والمحاور الأساسية، ولو شفنا الطريق الدائري القادم من السلام هنلاقي سيولة حتى طريق شبرا بنها الحر ومكملة معانا حتى نزلة أليوب ثم طريق الزراعي، وكمان في سيولة مرية حتى مدينة بنها. أما القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة هيكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرية قبل الطريق الدائري، وكمان هنلاقي كثافات تحديدا في المنطقة أسفل الطريق الدائري بسبب أعمال التوسعة وتغيير مطالع ومنازل الطريق، وبالنسبة كمان لإنشاء كوبري دوران للخلف عند منطقة ميت نما. لكن بعد كده هيكون في سيولة مرية مكملة حتى المؤسسة. القادم كمان من مؤسسة وحابب يسلك طريق شبرا بنها الحر ياخد باله ان طلعة الدائري تم ازالتها بسبب اعمال التوسعة، وبيسلك كوبري الشرقوية الجديد ومنه الى طريق شبرا بنها الحر. ونروح لعروس البحر الابيض المتوسط اسكندريه، هنلاقي كمان ان في سيوله مريه في كل الطرق، وهنلاقي كمان سيوله مريه كبيره عند محطه الرمل واصله لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد سيوله مريه واصله لحد طريق الحريه. ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي في كثافات مريه اخرى واصله لحد محرم بيك ولشارع عبد القادر الغرياني. اجمالا الطريق الكورنيش في كله سيولة مرية على طول الكورنيش. تعالوا بقى نتابع معاكم دلوقتي متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبدأ من الدولار الأمريكي. بالنسبة لسعر البيع وسعر الشراء، سعر البيع 18 جنيه 52 قرش و 18 جنيه 44 قرش للشراء، اليورو 19 جنيه 43 قرش للبيع، 19 جنيه 33 قرش للشراء، الجنيه استرليني 23 جنيه و 3 قروش للبيع، 22 جنيه و 91 قرش للشراء، فرانك سويسري 19 جنيه وقرشين للبيع و 18 جنيه 92 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه و 80 قرش للبيع، 2 جنيه 78 قرش للشراء،
ريال السعودي 4.94 جنيه للبيع، 4.91 جنيه للشراء. الدينار الكويتي 60.41 جنيه للبيع، 60.05 جنيه للشراء. والدرهم الإماراتي سعر البيع 5.04 جنيه، وسعر الشراء 5.20 جنيه. وبالنسبة لأسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 1071 جنيه، عيار 21 سجل 1250 جنيه، عيار 24 سجل 1428 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب وصل 9480 جنيه. بالنسبة بقى لحالة الجو، حابين نطمن على حالة الجو كده في جولة سريعة، ان النهاردة الجو هيكون مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون مائل للبرودة بالليل. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.